كوجيما حقق حلمه وفتح قسم للأفلام، وراشت أند كلانك لعبة السنة، وفي موظفة من سوني تشتكي عليهم وترفع قضية. كل هذه الأخبار وأكثر راح تشوفونها اليوم، خليكم معي. مايكروسوفت تشاركنا بصورة الوثيقة تحاول أن تستحوذ عليها على شركة نينتندو. قبل 20 سنة وقبل صدور جهاز الاكس بوكس الأصلي، حاولت شركة مايكروسوفت أنها تدخل سوق الألعاب بشكل مختلف وبفكرة الاستحواذ على شركة نينتندو. طبعاً هي تعتبر واحدة من قصص تاريخ الألعاب الشهيرة، واللي قام فيها ستيف بالمر الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت وقتها، بإرسال فريق بقيادة كيفن بيكرز مخرج علاقات العامة مع شركات الطرف الثالث بمايكروسوفت إلى شركة نينتندو. ليش؟ عشان يجون عرض فكرة الاستحواذ على الشركة. وعند لقاء مسؤولي مايكروسوفت لمسؤولي شركة نينتندو وعرض الأمر عليهم، تحول اللقاء لموجة ضحك عالية من قبل إدارة شركة نينتندو، حتى أن كيفن بكس يوصف الأمر للاجتماع كاملا كان عبارة عن ضحك مسؤولي شركة نينتندو على هذه الفكرة حتى نهاية الاجتماع. مايكروسوفت اليوم تشاركنا بصورة لوحدة من رسائل من هذيك الحقبة اللي تشوفونها قدامكم. شخصية لوك ينضم إلى طاقم ستريت فايتر 5 في آخر الشهر هذا. آخر الشخصيات الإضافية اللي بنحصل عليها في لعبة ستريت فايتر 5 هي شخصية لوك، واللي ينضم لطاقم شخصيات اللعبة بتاريخ 29 نوفمبر القادم، ومعه تنتهي رحلة دعم الألعاب بالإضافات. وأيضاً قالت كابكوم أن شخصية لوك راح تلعب دور مهم جداً في الجزء السادس بالسلسلة. هل هذا يعني أننا بنشوف خبر جديد للجزء السادس في سلسلة ستريت فايتر العام القادم؟ نتمنى يكون كذا. موقع حفل The Game Awards الرسمي يعلن عن فوز لعبة راتشت أند كلانك أريفت أبارت بلعبة السنة. ما ندري إذا كان هذا خطأ بالموقع الرسمي أو أنه تسريب مبكر، لكن الموقع الرسمي لحفل The Game Awards الرسمي راح يقام بشهر ديسمبر القادم، ويظهر لنا إعلان بنهاية التصويت لجوائز الأفضلية. والغريب أنه يذكر بأن لعبة راتشت أند كلانك أريفت أبارت هي من فاز بلقب جائزة لعبة السنة. يمكن هذا الأمر فقط خطأ من الموقع، ويمكن هذه مو النتيجة الأصلية أو النهائية لهذا الشيء، لكن إذا كانت نتيجة صحيحة فبيكون تسريب غريب جداً بالموقع الرسمي نفسه. لعبة إيكاروس تعتبر أول لعبة في التاريخ تستخدم تقنية جديدة من تتبع الأشعة من إنفيديا اسمها RTXGI. لعبة إيكاروس راح تحصل على تقنية تتبع الأشعة الجديدة كلياً من إنفيديا، وهي RTXGI، وراح تكون أول لعبة تستعمل هذه التقنية، وهي اختصار كلمة RTX Global Illumination. التقنية ترتكز على استخدام تتبع الأشعة لمحاكاة تأثير الإضاءة المنتشرة وغير المباشرة على بيئة اللعبة. هذا يوفر قدر لا نهائي من معلومات الإضاءة للبيئة حول اللاعب، من غير الحاجة أنك تستهلك كمية هائلة من الذاكرة عشان تخزن معلومات المسارات الضوئية بالطريقة التقليدية. وفي الحقيقة هذه مو أول لعبة تستخدم الإضاءة المنتشرة عبر تتبع الأشعة في البيئة. هذيك اللعبة كانت لعبة مترو إكسيدوس، لكنها أول لعبة تستخدم التقنية مع خاصية جديدة كلياً تحت اسم Infinity Scrolling Volumes، وهو تسمح بتطبيق تتبع الأشعة على العالم المفتوح بصورة أكثر تقدماً من الألعاب السابقة. شركة كوجيما برودكشن تفتح لها قسم خاص بإنتاج الأفلام والمسلسلات والموسيقى. فريق التطوير كوجيما برودكشنز، واللي يقوده طبعا هيديو كوجيما الأسطورة، الاسم الشهير خلف سلسلة ألعاب ميتال جير، أعلن اليوم عن افتتاح قسم جديد له بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وبيكون مخصص بميديا الترفيه بعيد عن ألعاب الفيديو. الاستوديو الجديد راح يتخصص بإنتاج أفلام سينمائية ومسلسلات تلفزيونية وأيضا موسيقى مختلفة. رايلي راسل راح تقود هذا القسم بعد خبرة 28 عام بالعمل بقسم بلاي ستيشن بشركة سوني بمختلف المناصب. يعني هل تتوقعون يوم من الأيام بنشوف لعبة Death Stranding كمسلسل؟ يمكن، ليش لا؟ موظفة سابقة ترفع قضية على بلاي ستيشن بسبب التمييز العنصري. شكل المشاكل الأخلاقية لشركة أكتيفيجن بليزرد شجعت الكثير من الموظفين أنهم يتكلمون على المواقف اللي صادفتهم وتسببت لهم بالضرر. يوم الاثنين في موظفة سابقة في مجال تحليل أمن المعلومات في شركة سوني للتسلية التفاعلية بتسجيل قضية ضد الشركة في كاليفورنيا. إيما ماجو تتهم بلاي ستيشن
بالتمييز العنصري لأنها انفصلت من عملها بسبب انتقادها لبيئة العمل الذكورية في الشركة. إما تسعى إلى تحويل القضية إلى قضية جماعية عشان تشمل أيضاً الموظفات اللي عانوا من أي نوع من الظلم أو المشاكل خلال عملهم عند بلاي ستيشن. ماجو تدعي أن التمييز يشمل العلاوات المالية والترقيات الوظيفية وأيضاً تؤدي إلى بيئة عمل محكومة كلها ذكور. ماجو كانت قد خسرت وظيفتها هذا العام بعد توجيه مذكرة إلى الشركة تنتقد التمييز. لعبة باتلفيلد 2042 تواجه الكثير من المراجعات السلبية على ستيم. صدرت لعبة التصويب الجماعية على الشبكة باتلفيلد 2042 مؤخرا، والانطباعات العامة كانت متفاوتة من هذاك الوقت، وكانت المراجعات سلبية جدا على متجر ستيم الرقمي، لأن حصلت لعبة لأكثر من 17 ألف مراجعة سلبية. الكثير من انتقادات اللاعبين كانت حول غياب قوائم اللاعبين أو الليدر بوردز، بالإضافة لتقديم خرائط فارغة ومشاكل في المركبات اللي تقدمها اللعبة وغيرها من المشاكل التقنية. فريق التطوير أكد أنه يعمل حالياً على إصلاح المشاكل اللي تواجهها اللعبة خلال الفترة المقبلة، وراح نشوف إذا كانت فعلاً تحديثات راح تساعد في تغيير آراء اللاعبين. تسريبات سلسلة كول أوف ديوتي راح تستبعد نفسها من الإصدارات السنوية. هل راح تبتعد كول أوف ديوتي عن نظام الإصدارات السنوية؟ هذا اللي يشير له المسرب رالفز فالف، واللي تفيد تسريباته أننا يمكن نحصل على إصدار جديد كل سنتين، وهذا يكون خيار ممكن نظرا للنجاح اللي حققته التجربة المجانية للعبة كول أوف ديوتي وارزون. المسرب ظهر مؤخرا في الساحة وشارك بالكثير من التسريبات اللي وافق فيه مسربين مثل توم هندرسون، لكن لا يزال من ضمن المصادر غير موثوقة، وبشكل كبير إلى الآن بنشوف إذا كانت تسريباتها صحيحة مستقبلا أو لا. سوني تسجل براءة اختراع غطاء بلايستيشن 5 عشان تمنع أي شركة ثانية أنها تسوي أغطية خاصة فيها. شكل سوني ما هي مستعدة للخسارة حتى بعد ما تحدد شركات الطرف الثالث واللي تحاول أن تربح من جهاز بلايستيشن 5 عبر صناعة أغطية خاصة للجهاز من غير المناقشة أو النقاش مع سوني نفسها. الشركة قامت بتسجيل براءة اختراع جديدة لحفظ حقوق تصميم أغطية الجهاز القابل للاستبدال، وهذا بتعين على أي شركة تفكر بصناعة هذه الأغطية أنها لازم أول شيء تروح تستأذن من شركة سوني قبل ما أنها تبدأ في تصنيع الغطاء. فريق التطوير 343 Industries يعمل الآن على لعبة هيلو غير لعبة هيلو إنفينيت. سنوات طويلة قضاها فريق التطوير 343 Industries بالعمل على مشروع لعبة هيلو إنفينيت، واللي تصدر أخيراً بالشهر القادم على أجهزة الأكس بوكس المنزلية والحاسب الشخصي، ولا شك أن الفريق راح يواصل دعم اللعبة لفترة طويلة بالمحتويات الإضافية. بحسب كلام الإعلامي جيز كوردن، ففريق التطوير عنده مشروع ثاني لعنوان هيلي قيد التطوير حالياً، لكن ما يبغى يكشف أي معلومات عنه حالياً، ولا يبدو أن الحديث هنا عن الجزء القادم من السلسلة، لكنه يمكن مشروع جانبي للعنوان. ما لنا غير نحن ننتظر الإعلان الرسمي اللي يمكن يتأخر قبل حدوثه. فريق التطوير 343 Industries يعمل الآن على لعبة هيلو غير لعبة هيلو إنفينيت. سنوات طويلة قضاها فريق التطوير 343 Industries بالعمل على مشروع لعبة هيلو إنفينيت، واللي تصدر أخيراً بالشهر القادم على أجهزة الأكس بوكس المنزلية والحاسب الشخصي، ولا شك أن الفريق راح يواصل دعم اللعبة لفترة طويلة بالمحتويات الإضافية. بحسب كلام الإعلامي جيز كوردن، ففريق التطوير عنده مشروع ثاني لعنوان هيلي قيد التطوير حالياً، لكنه ما يبغى يكشف أي معلومات عنه حالياً، ولا يبدو أن الحديث هنا عن الجزء القادم من السلسلة، لكنه يمكن مشروع جانبي للعنوان. ما لنا غير نحن ننتظر الإعلان الرسمي اللي يمكن يتأخر قبل حدوثه. سيجا تقول أن التعاون مع مايكروسوفت لاستخدام تقنيات أجور السحابية مش معناه أن إكس بوكس راح يحصل على ألعاب حصرية من سيجا. في الشهر الماضي أعلنت شركة سيجا عن عقدها تعاون مع مايكروسوفت لاستخدام تقنيات أجور وخوادمها العملاقة من البرمجيات الأمريكية عشان مشاريع مستقبلية من شركة سيجا. اليوم أصدرت الشركة توضيح بيكون هذا التعاون ما يعني أن العمل على مشاريع حصرية لمنصة الإكس بوكس. الشركة فقط تستهدف إصدار ألعاب لأكثر من شريحة من اللاعبين عالمياً، ولأكبر عدد من المنصات تقنيات الأجور راح تساعد الشركة بتحقيق هدفها. مطور الألعاب المشهور هيداكي كامية يعتذر لمايكروسوفت بسبب لعبة سكيل باوند. سكيل باوند هي لعبة الأكشن اللي كان يعمل عليها فريق التطوير الياباني بلاتنوم جيمز لجهاز مايكروسوفت اكس بوكس 1، واللي قامت مايكروسوفت بإلغائها مما تسبب ضجة كبيرة بين جمهور اللاعبين.
اللاعبين بعدين انقسموا طويلا في توزيع اللوم ما بين بلاتنوم وما بين مايكروسوفت على إلغاء المشروع. من خلال سلسلة مقابلات كامية كرونيكلز اعتذر مصمم الألعاب الشهير عن مشاكل سكيل باوند لمايكروسوفت. كامية أكد أن المشروع كان طموح جدا على صعيد الرسوم، وبلاتنوم ما كان عنده أي خبرة كافية للتعامل مع تحديات المشروع. قال كامية: كان التحدي كبيرا لبلاتنوم جيمز، كنا نعمل ببيئة غير معتادة لنا، كنا نعمل على محرك أنريل، وكنا نفتقد إلى الخبرة اللازمة لبناء مشروع بخواص أونلاين. العوائق التي كان علينا تجاوزها كانت كبيرة جدا، لم يكن لدينا الخبرة الكافية ولم نتمكن من تجاوز الحائط، وكانت النتيجة كما كانت. أتوجه بالاعتذار إلى اللاعبين الذين كانوا يتطلعون قدما لتجربة اللعبة، وبالأخص أنا آسف لمايكروسوفت التي وضعت ثقتها فينا كشريك تجاري. أنا أعتذر كمصمم ألعاب وكعضو في بلاتنوم جيمز. خلنا نتمنى نتجاوز الطرفان هذه الخلافات ويعملون مرة ثانية في المستقبل على لعبة جديدة لأجهزة الإكس بوكس. كان معكم فهد الشيحة، يعطيكم العافية ومع السلامة.